لا يعني اكيد مش هرد على السؤال ده سؤال طبعا. شخصي للغايه بيديني مساحتي في التمثيل بصراحه. بقى انا بحب بدرة جدا. امينه منوره الدنيا، واعتقد اللي عايز يقول يعني ايه تمثيل يتفرج عليك. يا نهار ابيض دي كلمه كبيره قوي. لا لا ده بجد يعني ما شاء الله يعني اللي تابع مشوارك مفيش دور سهل ومفيش دور شبه التاني. الحمد لله. بتحققي ده ازاي؟ بمشي ورا قلبي اختياراتي للادوار، هو ده بصراحه الحاجه اللي انا بعملها. بصراحه قلبك دايما صح، بس مش في الادوار بس. يعني ان شاء الله. يعني تمام. بس يعني بصراحه قلبك مره حسيت انه خذلك في علاقه في صداقه في عادي؟ لا 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 أه. انا عقلي خذلني قبل كده عشان كان دايما كنت ممكن ابقى عندي توقع ان انا ابقى اذكى او ان انا اقرا حاجه او ان يبقى في حاجه حصلت قدامي المفروض ان انا كنت اشوفها او اركز فيها وما ركزتش فيها. حلو جدا. بتلومي نفسك جامد ساعتها؟ انت من النوع اللي بيلوم نفسه طول الوقت؟ لا مش طول الوقت. بس في الموقف اما يبقى في حاجه هلوم نفسي اقول لا المفروض ان انت كنت تبقي ترقصي ده، او يعني توقعاتك من نفسك لنفسك. بتعدي ده بسرعه ولا ممكن ده يتعدي؟ لا خلاص يعني 5 دقايق كده الموضوع هيعدي. حلو خالص. اكس مراتي، بصراحه في كام اكس في حياتك؟ لا يعني اكيد مش هرد على السؤال ده سؤال طبعًا. شخصي للغايه طبعا. عمري ما برد على اسئله من وحي الفيلم مش اكتر يعني. لا التجربه اعتقد مميزه جدا، كلمينا عنها. واول تجربه مع هشام مش اول تجربه مع تايسون طبعا، ايه المميز فيه؟ والله بص هو الفيلم بجد يعني شدني الرابطه بتاعت الفيلم كلها، استاذ معتز التوني، هشام ماجد، تايسون، انا يعني الرباعي ده انا كنت عايزه ان انا اعمل الفيلم ده جدا. تمام. منافسه قويه جدا للسوق، فيها افلام تقيله، مش قلقك الموضوع ده خصوصا ان اولاد رزق مكتسح نقدر نقول الايرادات؟ لا ما بقلقش من الموضوع ده دايما علشان بحس انه كل يعني عادي يعني ممكن شخص يخش كذا فيلم على فكره، يعني يخش الفيلم ده النهارده وبعد يومين يخش الفيلم الثاني. اوكي اكيد. ما حدش سالك عن محمد ممدوح النهارده؟ انا ما سالتش غير عن محمد ممدوح النهارده. لا بس انا عايز سر عن محمد ممدوح ما قلتهوش خالص النهارده. ما عنديش اسرار، ده انا اصلا اتسالت هو ايه وليه قول لنا سر عن محمد ممدوح، حاسه ان مفيش اسرار يعني احنا بنقول كل حاجه اصلا. تمام. طب حاجه حلوه بتحبيها في محمد ممدوح جدا؟ بحب ان هو بني ادم بيديني مساحتي في التمثيل. حلو. بحترم قوي الفكره الحته دي فيه. راسك في شقه كان ترند لوحدك. انت متوقعه ده اصلا الناس كمان تسيب الفيلم في جزء وراستك لوحدها جزء تاني؟ لا ما كنتش متوقعه خالص اي حاجه في شقه. انا فعلا ما كنتش بصر قدام اصلا في شقه، انا كنت بصر على يعني اللحظه اللي على طول، اللحظه اللي هو انا هعمل عندي المشهد ده بكره محتاجه اذاكر الجمله دي. يعني كنت ما كنتش بصر قدام خالص شقه، انا كنت غطسانه جدا جوه الدور. وبعدين يعني فاهم قابلت اي بنات في حياتك بنفس التفاصيل والتركيبه دي؟ لا مش 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 كامله يعني أجزاء. فيها اجزاء بس مش شخصيه كامله فيها كلها. مين اكتر رقصه عجبتك قوي وانت بتستحضري روح الشخصيه؟ ما اقدرش اقول واحده. في انا اتفرجت على كل الرقصات من يعني ناس كتيره جدا جدا من زمان خالص خالص. من تحيه كاريوكا لفيفي عبده لبدره دلوقتي. حلو يعني جدا. اتفرجت على كله بصراحه. بقى انا بحب بدره جدا 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 جدا، هي شطوره قوي. حلو قوي. ولو انها مش مصريه بس هي برضو يعني شطوره قوي قوي. بس يعني التحضير ده كله بس مش شفناش راس كتير في البدايه يعني مشهد واحد كفايه. رمضان طبعا داخل، تحضيراته اعتقد بدات ولا لسه؟ لسه ناويه تكوني في رمضان؟ بعد اكس مراتي ان شاء الله ساعتها نبقى نشوف بقى نبقى نبدا التكوين. تمام. خلاص بتحضري ايه جديد بقى الفتره اللي جايه؟ حاليا انا في اجازه. احلى حاجه بتعمليها في الاجازه دي. اقعد بقى مع ماما وبابا شويه. تمام. عايز اقول لك نورتيني وانا عارف ان انا اخر لقاء. ميرسي ميرسي جدا جدا. شكرا يا امينه جدا. متشكره قوي.